সাবস্ক্রাইব করুন আমার চ্যানেলকে এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করুন আমার নতুন ভিডিও সবচেয়ে প্রথমে দেখার জন্য। قالت الخنساء وهو من محاسن شعرها يؤرقني التذكر حين أمسي فيردعني مع الأحزان نكسي على صخر وأي فتى كصخر ليوم كريهة وتعاني خلصي فلم أسمع مثله رزءا لجن ولم أرى مثله رزءا لإنسي أشد على صروف الدهر أيدا وأفصل في الخطوب بغير لبس وأكرم عند ظل الناس زهدا لجاد أو لجار أو لعرسي وضيف طارق أو مستجير يروع قلبه من كل جرس فأكرمه وآمنه فأمسى خليا باله من كل بؤس ألا يا صخر لا أنساك حتى أفارق مهجتي ويسك رمسي يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي ولكن لا أزال أرى عجولا وباكية تنوح ليوم نحسي هما كلتاهما تبكي أخاها عشية رزئه أو غب أمسي وما يبكينا مثل أخي ولكن أعزى النفس عنه بالتآسي فقد ودعت يوم فراق صخر أبي حصان لذاتي وأنسي فيا لحفتي عليه ولهف أمي أو يصبح في الضريح وفيه يمسي